نعم مصطفى، منذ لحظات انتهت الجلسة الثانية في قمة القاهرة للسلام، وكانت هذه هي الجلسة الثانية، انتهت منذ قليل، وبالفعل هناك وفود بدأت في مغادرة مكان انعقاد القمة، هذه القمة التي بدأت منذ الصباح الباكر، وصدر بيانها الختامي منذ لحظات، ليؤكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا قادة دول العالم، مجموعة من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وأيضا رؤساء الدول والمنظمات الدولية إلى الاجتماع في مصر تحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة للوقوف على آخر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإيجاد حل لحقن دماء الأبرياء الذين يقتلون بشكل يومي في قطاع غزة. تحدث البيان الختامي عن الأوضاع الإنسانية وضرورة أن يكون هناك نداء عالمي للسلام في محاولة لاحتواء الموقف والتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور آخر، حيث ظلت القضية على مدار سنوات عدة تطرح من خلال منظور معين، ودعت الرئاسة في بيانها إلى ضرورة تغيير هذا المنظور والتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي بشكل مختلف. جاء أيضا من خلال هذا البيان الدعوة إلى أن هذه القمة كانت في الأساس تهدف إلى تحقيق نوع من أنواع الالتقاء بين الثقافات ووجهات النظر فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، والتأكيد على نبذ العنف والقتل والإرهاب، وأيضا وقف هذه الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء في غزة تحديدا، وحقن الدماء الفلسطينية وضرورة حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر، مع محاولة تقديم الدعم العاجل والسريع لأبناء القطاع من خلال توصيل المساعدات والتأكيد من وصولها بشكل آمن دون أن تتعرض لأي أضرار. أيضا تحدث هذا البيان عن تطلع مصر كما ذكرت إلى إطلاق نداء عالمي للسلام، هذا النداء يؤكد على ضرورة دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، هذه القضية التي تهتم بها مصر بشكل خاص وتظل قضية من قضايا أمنها القومي، خاصة أن المشهد الدولي وفقا للبيان عبر العقود الماضية كان يتحدث أو يشهد قصورا جسيما في إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية الفلسطينية، وكان يكتفي بطرح حلول مؤقتة أو مجرد مهدئات لكنها لا تحل هذه القضية بشكل كامل، خاصة ولابد أن تتغير هذه النظرة، خاصة أن هناك عدد كبير من الأرواح التي تزهق بشكل يومي ليس فقط في هذا الصراع الذي بدأ مؤخرا، لكن قبل ذلك في مواجهات حدثت ما بين الإسرائيليين وما بين الفلسطينيين على مدار سنوات. مصر كما ذكر البيان لن تألو جهدا في الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية بشكل دائم وفي محاولة مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة تحديدا وفي تحقيق التسوية العادلة والشاملة لهذه القضية التي تهتم بها مصر على مدار سنوات، وأيضا لن تقبل كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية الدعاوى المرتبطة بالتصفية القضية الفلسطينية، لن تتم تصفية هذه القضية دون حل عادل وشامل، ولن يتم ذلك على حساب مصر. ليلى، فخلط الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما افتتح القمة قمة القاهرة للسلام تحدث عن أن القادة في العالم في هذا الظرف الدقيق وفي هذا الوقت الراهن يجب أن نمتحن إنسانيتنا وأن ننحي المصالح جانبا، وتحدث أيضا عن اختبار لعمق الإيمان، عمق إيمان المجتمع الدولي بحق الإنسان في الحياة، بحق الأطفال الذين يقتلون، وكانت الكلمات واضحة وصريحة. ما صدى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح القمة ليلى؟ نعم مصطفى، كما ذكرت بالفعل كانت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه القمة كلمات قوية تعبر عن الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا في قطاع غزة، تحدث عن الموقف المصري بشكل واضح من هذه القضية وأنه لابد من النظر إليها من أبعاد أخرى، وفكرة تحقيق العدالة للفلسطينيين وحقهم في الحصول على دولتهم المستقلة بحدود عام 67، وأن هذا هو الحل العادل والشامل
القضية الفلسطينية، ولابد من الإسراع والتعجيل بهذا الحل والعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدعم الإنساني لأبناء قطاع غزة، وأنه لابد من تقديم هذا الدعم بشكل متواصل، وهذا ما حاولت مصر أن تقوم به منذ بدء اندلاع الأزمة من خلال اتصالات هاتفية كان من بينها تواصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك لضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية من خلال التعاون مع الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين وأيضا الهلال الأحمر الفلسطيني. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلماته أن معبر رفح ظل مفتوحا من الجانب المصري، لكنه تعرض لأضرار أكثر من مرة، وكان هناك نوع من أنواع التهديد لعبور هذه المساعدات الإنسانية بسلام. الرئيس أكد أيضا على النقطة الخاصة بالتهجير، الفلسطينيين لن يهجروا من أراضيهم، وهذا منطق ترفضه مصر وأيضا يرفضه الفلسطينيون، وربما أكد على هذه النقطة أكثر من زعيم وقائد عربي فيما يتعلق بأن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم، وكان هذا ما أشار إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم مهما حدث. طيب ليلى، بيان رئاسة الجمهورية أشار إلى أن مصر سعت إلى بناء توافق محوره قيم الإنسانية وضميره الجمعي وينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق. ليلى، إلى أي مدى يسهم ذلك في إيجاد حل للصراع في الأراضي الفلسطينية بعد كل هذه الدعوات؟ التركيز على البعد الإنساني هو الأساس الذي تحدث عنه الكثير من القادة وممثلو الحكومات والوزارات من مختلف دول العالم. ربما الجانب الأوروبي ركز على ما يتعلق بالبعد الإنساني بشكل كبير. هذا البعد الإنساني أشار إليه أيضا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي رأى أنه في بعض الأحيان يتم الكيل بمكيالين ولا يتم التعامل وفقا للقوانين الدولية، لكن القوانين تطبق وفقا للأعراق والأجناس والأديان، وهو ما لابد من التوقف عنه، وأن يتم التعامل بسواسية مع الجميع وفقا لمقتضيات القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وهو ما أكد عليه أكثر من متحدث خلال الجلسة الأولى في قمة اليوم. النظر بإنسانية إلى الأوضاع في قطاع غزة، النظر إلى الآلاف من الشيوخ والشباب والسيدات والأطفال الذين يتعرضون لأبشع أنواع التهديد وأيضا ما يواجهونه من رعب ومن خوف طوال الأيام الماضية التي كان القصف الإسرائيلي مستمر فيها، وأنه لابد من توفير ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء وضمان استدامة هذه المساعدات ألا تتوقف فقط على فترة مؤقتة بمجرد فتح المعبر كما حدث صباح اليوم، وبالفعل دخلت بعض الشاحنات، لكن ضمان استمرارية ذلك دون أي تعرض للتهديد، وأنه من حق الجميع أن يعيش بأمن وسلام، الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي أيضا، في دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وأيضا أن يكون هناك تأكيد على أن الفلسطينيين لن يهجروا من أراضيهم، والنظر لهذه القضية بشكل مختلف كما جاء في البيان الختامي والتعامل معها بشكل مختلف أيضا عما تم خلال السنوات الماضية منذ بدء النكبة الفلسطينية.